صفحات هاني؟ ايوه انا شريف خال المرحوم رافق جوزك. اهلا وسهلا. ايه في حياتك؟ حياتك الباقي. اتفضل. اتفضلي. حضرتك طبعا فاكرة دولة هاني. ايوه اخت المرحوم. في الحقيقة هي اتأثرت قوي لما عرفت الخبر وكانت عايزة تيجي بنفسها، لكن الخلاف اللي بينكم منعها، فأنا جيت نيابة عنها. اهلا وسهلا. دولة هاني بتعتلك الجودة. عارف الجواب ده فيه ايه؟ ايوه عارف. اسر، انا ما اقدرش اسيب بنتي تعيش بعيد عني. دولة هانم مستعديه ترجع لها اموال ابوها. انت لازم تفكري في مستقبل بنتك، مش يمكن احسن لها انها ترجع مصر وتستقر وسط اهلها؟ اسف يا استاذ شريف. دولة هانم مستعديه تديلك مبلغ كل شهر يغنيك عن الحاجة. الفلوس مش كل حاجة، ربنا يقدرني وربيها لحد ما تكبر. أعمل إيه يا ربي؟ معقول أسيب بنتي ترجع للبيت اللي اتقفل في وشنا؟ عمري ما هنسى الإهانة، ولو نسيت ترضى انت يا رأفت ان بنتنا ترجع للبيت اللي اتطردنا منه؟ جايب لي بنت بتشتغل في الكباريه وعاوز ادخلها البيت هنا؟ ما فكرتش في اسمي في سمعتي؟ يا بابا انا بحبها. لك عين تقول لي بحبها؟ طول عمرك مستهتر. بنتك الارض يريك في الصلاة والمسارح ورا الارتستات. انت تاخد البنت دي وتخرج من البيت حالا. انا خارج، بس خارج عشان اتجوزها. ان اتجوزتها لا انت ابني ولا اعرفك. رأفت يا علي حبيبي، البنت دي تستاهل انك تضحي بكل شيء علشانها. ايوه فكر في مصلحتك، ما تتسرعش. انا فكرت. رأفت بلاش نتجوز. انا قلت هتجوزك يعني هتجوزك، بس مش عايزه اكون السبب في ايه؟ في مشاكل مع عيلتي. انت عيلتي وحياتي وكل حاجه، وهنروح المأذون الليله قبل ما انت تغيري رايك. عاوز اتجوز يعني؟ ما كنتش قادر تستنى للصبح؟ صحتني من احلى نومه. باين عليكم مستعجلين قوي قوي. اتفضل اتفضل. ما قلتليش عاوزاني في ايه. ليه عملت كده يا رافق؟ ما فكرتش ان الجوازه دي ممكن تقضي على حياه بابا؟ هي جريمه اني اتجوزت؟ الجريمة مش في الجواز، الجريمة في اللي اتجوزتها. ليه؟ عشان مغنية. يا رأفت إن ما كنتش شفتها بنفسي ما كنتش كلمتك، ولا عايز تقول إنها من مستواك؟ سعاد صحيح مش من عيلة كبيرة،
لكن عندها صفات مش موجودة في كتير من بنات العائلات. وبعدين سيبك من ده كله، أنا بحبها والحب ما بيعترفش بالفارق. أيوة يا رأفت يا حبيبي، بس إحنا عايشين في مجتمع، والمجتمع ده له قوانين وأصول، واللي ما يعترفش بيها بيدفع الثمن. أنا مش عاوز أغلط الغلطة اللي غلطتيها. أنتي حبيتي زي وبابا رفض جوازك بحجة المهندس بسيط ومن عيلة متواضعة. وإيه كانت النتيجة؟ لحد دلوقتي ما اتجوزتيش. يلا بينا دولت. يعني مفيش فايدة؟ آسف. طب هتعيشوا ازاي؟ هشتغل. انت عارف بابا عنيد، هيحاربك في كل مكان. انا عنيد زيه. طب تسمح لي اطلب منك طلب اخير؟ اتفضلي. ما تقولش قدام الناس انك اتجوزت، وحاول انك ما تظهرش معاه. انا مش خجلان منها. مش قصدي، بس عشان خاطر بابا. مهما كان الجوازة دي ممكن تأثر على مركزه، وابوك مركزه مش صغير في البلد. اذا كان جوازي هيسبب له مشاكل فانا مستعد ابعد عن البلد خالص. هتروح فين؟ ههاجر. وفكرت نهاجر نروح فين؟ اي بلد. ايه رايك في سوريا؟ مش معنى سوريا؟ اصل ليه خال عايشه هناك، نروح نقعد عندها. فكرك الاقي شغل؟ ضروري، واكيد هتلاقي. ولو الحال ما عجبناش نروح في اي حته تانيه. طيب. وصلنا للوادي، الوادي اللي ضم اجمل ايام حياتنا. كانت الارض كلها متغطيه بالثلج زي ما تكون عروسه لابسه ابيض. ورحنا لبيت خالتي وانا قلبي كله خوف. يا ترى هتفتكرني بعد السنين دي كلها؟ يا ترى هترضى نعيش عندها؟ خالتي سعاد. يا حبيبتي اهلا وسهلا. يا ميت اهلا وسهلا، ماني مصدق عيوني. وحشتيني يا خالتي. يا ده انا بقالي كام سنه ما شفتكيش، زي ما انت ما تغيرتيش. وانت كمان ما تغيرت يا سعاد. طمنيني ازيك؟ الحمد لله. الكبر عبر يا بنتي، والصبا ولا. معلش البركه فيكي. رأفت اهلا. انت اتجوزتي؟ يا ميت اهلا وسهلا، اتفضلوا فوتوا على البيت لجوا. ما حكيتيلي شو اخبار مصر؟ كويس الحمد لله. ما اجاك ولاد؟ ما لحقناش يا خالتي، احنا لسه عرسان جداد. وطبعا جايين تقضي شهر العسل عندنا. ايوه، واول ما وصلنا قلنا نيجي نزورك. يا ميت اهلا وسهلا، البيت بيتكم. يلا. السلام عليكم. اهلين ابو وليد. سعاد بنت اختي وجوزها رأفت. اهلا. اهلين، شرفنا. ابو وليد جارنا واكثر من جار. اتفضل ابو وليد. اول ما سمعت انه اجاك ضيوف تركت المحطة والمسافرين والقطارات واجيت مثل الطير. يبقى دلوقتي القطورة دخلت في بعضها والدنيا اتلخبطت. لا طمني، هو قطار واحد بيطلع الصبح وبيرجع بعد نص ليل. ابو وليد من اهل البيت، من يوم ما توفى المرحوم ما خلاني احتاج لحدا. سيجارة. سعاد اعذريني،
دي أول مرة أتغرب فيها. فهمت. مش عايزك تندم إنك اتجوزتني. أندم؟ سعاد أنت بتقولي إيه؟ أنت حياتي. وربنا يقدرني أساعدك زي ما أنت أسعدتيني. جوزك يا بنتي في شيء شاغل باله؟ ابدا يا خالتي مفيش. من يوم ما وصلت لهون شايفه انكم مو مرتاحين. بالعكس ده احنا مبسوطين خالص. لكن شو السبب؟ احكي لي. انا مثل امك بتخبي علي. في الحقيقه يا خالتي احنا جينا هنا علشان نقعد على طول، ورأفت دلوقتي بيدور على شغل. طب جوزي شو بيشتغل؟ في الزراعة. كان عنده أرض وحصلت خلافات عائلية خليته يسيبها. يعني ناوي يشتغل بالزراعة هون؟ أيوة. بس يشتغل فين؟ بأرضي أنا. أنا عندي أحلى بستان بهالضيعة. أحسن ما يشاركني الغريب يشاركني هو. إزاي؟ بيستلم البستان وبيشرف على زراعته. والمحصول بالنص بيننا وبينكم، شو رأيك؟ يا حبيبتي يا خالتي، يا حبيبتي. Na na na.
من حسابك مصاريفنا حسيت شوي. ليه؟ في ضيف حيشرفنا ويملى علينا البيت. وربنا رزقنا بسحر امل جديد في حياتنا، نور لنا طريق المستقبل. يا سيد رأفت، برقية إليك. خير يا رأفت، في إيه؟ أنا لازم أرجع مصر، بابا تعبان أوي. أنا هروح أحضر لك الشنطة. أنا مش هتأخر، اطمن على بابا وهرجع على طول. ما تحملش هم يا رأفت، خليك هناك لحد ما يخف. بس خد بالك من نفسك. متخافيش عليا، والأول مرة افترقنا ووقفت أودعك وقلبي كله خوف. يا ترى أهله هياخدوه مني ولا حبنا هيكون أقوى؟ البيا في حياتك يا ابني. امال فين دولت؟ والدي توفى، لن أعود قبل أسبوع. وناوي تعمل إيه؟ بفكر أرجع أعيش هنا. يا ريت يا رأفت، دي كانت أمنية بابا، والبيت محتاج لك أكتر من الأول، وأنت أصبحت مكانه. هسافر الشام أجيب سعاد تعيش معانا هنا. الست دي مش ممكن تخش البيت ده طول ما انا عايش. ليه يا دولت؟ بابا ودي كانت عائلته، لكن انت ازاي تفكري التفكير ده؟ هي لسه بابت في موت بابا. هي ملهاش ذنب، انا جوزها بارادتي. انهي اراده دي؟ قولي انها عرفت تضحك عليك وتاكل عقلك. كان لازم تسمع كلام ابوك اللي رباك، هو اللي يعرف مصلحتنا كلنا. كان زمانك بقيمتك دلوقتي بدل التشرد اللي انت فيه ده. الكلام في الماضي مفيش منه فايده، خلينا في دلوقتي. الماضي ما تغيرش عن الحاضر. بابا قبل ما يموت كتب لي كل شيء باسمي وقال لي رجع لك كل حاجه اذا رجعت لعقلك وكسبت الست دي. انا ما رجعتش عشان الميراث، انا رجعت عشان اشوفه قبل ما يموت، لكن ما كانش ليا نصيب. انا متنازلك عن القصر والارض وكل حاجه، مراتي عندي تساوي كل شيء، وانا بنفذ رغبته. على العموم اي وقت تحب ترجع لوحدك البيت مفتوح لك. انا لا هرجع لوحدي ولا معاها. Thank you.
درجة الحرارة 40. هروح اجيب لها دكتور حالا. هتجيب لها دكتور ازاي وكل السكر مقفولة من التلج؟ هتصرف. بسيطة ما في شيء، اطمني. عندها شوية برد. الدواء هيدا بتاخذ منه 3 مرات باليوم. بالشفا إن شاء الله. ده الأول. الله مالك يا رافض؟ أنت بترتاح؟ أهلين. في لحظة أمل حياتي ضاع مني وبقيت وحيدة. مع السلامة يا أستاذ شريف. أنت أنستنا بالزيارة دي. الله يعزك. بس كنت أتمنى أن السحر ترجع معايا. أنا أسفة، ما أقدرش أحرم بنتي من حنان أمها، وأفضل أنها تعيش هنا في بيتها بين الناس اللي بيحبوها ويرعوها. ما هو برضه احنا هنراعيها ونحبها. يا استاذ شريف، اللي مرعونا ورأفت موجود هيرعوا بنتي من بعده. اذا كان هو مرضاش يسيبنا ويروح لهم، اسيب بنتي تروح لهم؟ فاهم يا بنتي. وعلى العموم احنا موجودين تحت امري، البيت مفتوح، ونتمنى اليوم اللي تغيري فيه رايك. كتر خيرك. ورجعت أكافح لوحدي علشان صحر، بقت هي كل شيء في حياتي والأمل اللي بعيش علشانه. كان أول يد الصديق الوحيد الوفي اللي فضل لنا، وكبرت صحر وبقت زي الوردة المفتحة. وبعدين بقى في السخافه دي؟ مو حرام تتعبي حالك بسواقة البسكليت؟ امشي في طريقك. طريقي هو طريقك.
شيل ايدك. ها بقيت كويس دلوقتي؟ انت مش عايز تكلمني ليه؟ عشان 100 مره قلت لك بلاش تكلم بسكليت. طب وروح المدرسه ازاي ماشيه؟ مش شغلي انا، مش مستعد كل يوم اقرب لواحد عشان خاطرك. يعني ما استاهلش انك تتخانق علشاني. تستاهلي بس مش كل مره تسلم الجره. وليد انت لسه زعلان؟ ايوه. انت لازم تفرح، لو ما كنتش حلوه ما كانش حد عاكسني. يا سلام، وانت اذا كنت بتحبيني اسمعي كلامي. خلاص عشان خاطرك كل يوم حركه بسكليتها. طب يلا يلا يلا. خاطر هتفضل زعلان لحد امتى؟ مش زعلان، تحرمش منك يا بنتي، اما اروح احضر لك لقمه علشان تاكليها. يا ماما يا ماما كفايه عليك التعب طول النهار، استريحي انت وانا هعمل كل حاجه. انا لا تعبانه ولا حاجه. وراح خابط وحي البنيه والتاني سيف يد، بصيت لقيت اللي عاملين زي الاسود جريوا زي الارانب. بس انت مش لازم تخرجي لوحدك بعد كده. ليه بس يا ماما؟ لانك كبرتي. افرضي وليد ما كانش معاك كنت عملت ايه؟ كنت ضربته. بلاش دلع. طب قولي لي، هو بابا ما اتخانقش علشانك؟ اتخانق. طب ليه؟ عشان كان بيحبني. طب ما انا وليد كمان بيحبني. شو استاذ؟ ليش معول حالك؟ خناقه صغيره. ما بك بطل يا المشاكل؟ كل يوم والتاني متخانق مع الناس؟ اصعب، اتحركش بسحر ضربته. طالع بضايق لابوك. بزمانه ما صفى شاب البلد ما اكل قتله مني كرمال امك. بابا بدي افتحك في موضوع يهمني. فهمان عليك. القصة إياها ما هيك؟ قصة الخطبة والجواز. خلينا ننتهي من هالقصة. ما عندي مانع. خلص دراستك لأخطب لك إياها. طيب إذا جاها عريس غني؟ سحر ما بتاخد غيرك. من أنتوا صغار موعودين لبعض. يعني ما في فايدة؟ قلت لك شلي هلا قصة الجواز من راسك بالمرة. قبل ما تخلص دراستك تتوظف لا يمكن. طيب لا تلومني اذا اتخانقت مع كل شباب هالبلد. الله وليد. صباح الخير. صباح النور. ايه اللي جابك؟ من هنا ورايح هوصلك كل يوم المدرسة. ومين هيرجعني؟ أنا برضو هرجعك. بتغير؟ مش شغلك، يلا. وأنت بقى ناوي تسيب الجامعة وتشتغل الحرس؟ مش أحسن من كل يوم أضرب لي واحد؟ يلا.
ابو وليد. اهلين ام سحر. اهلا يا ابو وليد. مشتاقين، كيفك انت؟ كيف الاحوال؟ حسيت بشويه تعب، قلت اجي استريح عنك. ولو، يا اهلين، تفضلي. يا اهلين، تفضلي. يا اهلين يا ام سحر، خطوي عزيزي. انت بتتعبي حالك اكتر من اللازم. اعمل ايه؟ ما انت عارف الحياه عايزه كده. يلا البركه بسحر، بكره بتتجوز وبتشيل عنك كتف. عن اذنك شوي. اتفضل. اهلين، جاي بوقتك. الله معك. بكيه الخير. لازم ارجع البيت اخلص فساتين الفرح. عرس بنت المختار؟ ايوه. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. مع السلامة. الله معك. ومين وصلك؟ وليد اتخانق مع حد؟ الله يا ماما، هروح اعمل لك حاجه سخنه. انا بحس بشكه في صدري، وساعات بحس اني مخنوقه ومش قادره اتنفس. وهيدي اول مره بتحس بهالاعراض؟ لا، حصلت لي مرتين ثلاثة قبل كده. وهل الحلق اجت بعد إرهاق، بعد انفعال؟ أيوه. بإذن الله خير، تفضل. وطلب مني إني أروح لدكتور أخصائي في القلب. لا لا تشغلي بالك، إن شاء الله ما في شيء. بس أنا حاسة إني تعبانة، والصحة ما بقتش زي الأول. وبيني وبينك انا شايله هم سحر. ولو سحر بعيونها. كتر خيرك، انا عارفه، بس ده ما يمنعش اني افكر في المستقبل. انا بقول اني اتصل باهلي جوزي وانسى كل اللي فات عشان خاطر. لا، هالكلام سابق لاوان. هنشوف شو راح يقول الدكتور وبعدين بنقرر. على رأيك. مش تيجي تساعدني بدل ما انت واقف تتفرج عليا؟ اساعدك في ايه؟ في زرع الشجر.
دي باسمك ودي باسمي، ازرعها انت بايدك عشان يكبروا سوا ويكبر معاه بحبنا. وخسورهم تتشابك مع بعض وفرحهم تحضن بعض، ومفيش حاجة في الدنيا تقدر تفرقهم. بعد 100 سنة الشبان يقعدوا بالفي تحتها ويقولوا لبعض بحبك بحبك يا صاحبي. وبنين دكتور؟ ايوه. طب وقال لك ايه؟ قال لي الحكايه بسيطه واداني شويه فيتامينات وقال لي ارتاح شويه. طب واقفه في المطبخ تعملي ايه؟ يلا على اوضتك يلا. يا بنت انا اللي تعبانه ولا حاجه؟ تعبانه ولا مش تعبانه؟ سيبي اللي في ايدك ده، انا اللي هعمل كل حاجه، واذا احتجت لاي مساعده هبقى ابعت لوالدي يجي يساعدني. يلا ماما بقى، انت فاكره انا عيله ولا ايه؟ تفضلي. القلب تعبان شوية، بيلزمك راحة تامة مع العلاج. يعني عندي القلب يا دكتور؟ ايه، انت عندك ضيق بالصمام نتيجة تروماتيزم قديم، الارهاق والاجهاد وصل القلب لهالحالة. يا ترى في امل يا دكتور؟ بالعلاج والراحه التامه حاله القلب بتتحسن، لكن بالمستقبل يجوز نحتاج لعمليه. عمليه؟ لا، كنت خايفه منه. لا بسيطه، كلهم شهرين راحه وبيمروا بسرعه. والشغل يا ابو وليد هنعيش من ايه؟ صحتك اهم من الشغل، وهالمرض ما عاد يخوف مثل زمان. الطب تقدم كتير، بكره ان شاء الله بتصيري على العال وبتقولي اكرم قلبي. فيك الخير ابو وليد، مش عايزه سهر تعرف حاجه ابدا عن مرضي. مثل ما بتريدي. انا هبعت جواب لعمتها علشان تاخدها عندها، و كل اللي بطلبه منك ادي سحر لو عرضت اقنعها انت بطريقتك، هي بتسمع كلامك وبتحبك زي ابوها. حاضر. أكتب إليك للمرة الأولى ولعلها تكون الأخيرة. لقد كنت دائما تتمني أن تعيش سحر معك، وطلبتيها مرة ورفضت، ولكن اليوم علمت من الدكتور أني مريضة بالقلب وإن حياتي في خطر، وأنا لا أريد إذا أصابني مكروه أن أتركها وحيدة بعيدا عنك وعن أهلها، وأنا واثقة بأنك لن ترفضي لي هذا الطلب. جوابي يقطع القلب. خذي ورقة يا شريف. فسحر مهما كان ابنة أخيك، ولعل بعملك هذا تجنبيها آلام الضياع والوحدة. وناوية تعملي ايه؟ مش هرد طبعا. لما طلبت البنت قبل كده رفضت، دلوقتي بتترجاني اخدها عندي؟
ما تبقيش قاسية يا دولت. مهما كان بنت اخوكي وهي رغبتك دلوقتي بتتحقق. وقتها كنت هربيها كويس، كنت هعلمها بنفسي، لكن دلوقتي. ومين قال لك انها متربتش كويس؟ اليومين اللي قعدتهم مع سعاد في سوريا ادوني فكره كويسه عنها، واللي يخليها تتخلى عن بنتها في الوقت اللي هي محتاجه لها فيه ده يبين لك قد ايه الست دي نبيله. واحنا خسرانين ايه؟ خلي البنت تيجي. عمتي تفتكرني دلوقتي؟ يا بنتي احنا عمرنا ما نسيناكي. قبل كده طلبناكي تيجي مصر، والدتك هي اللي رفضت. صحيح يا صح. طب يا ماما هسيبك لوحدك؟ تعالي معايا ونروح سوا. انا افضل انت تسافري دلوقتي لوحدك وبعدين انا هحصلك. يا بنتي ما تكسفينيش، دي تاني مره اجيلك فيها. ايوه بس انا عارفه لو سافرت هترجع تشتغل تاني. بتقول حاجة يا عم أكرم؟ بس كمان يا بنتي ضروري تتعرفي على أهل والدك، وهالزيارة أكيد هتزيل الخلافات اللي كانت موجودة بين والدك وأهله. بعدين القصة كلها شهر أو شهرين ومو محتاجة لكل هالتردد. طب يا ماما أنا لو سافرت مين هياخد باله منك في غيابي؟ أنت بتكلميني كأني عيانة. ما أنا زي الحصانة قدامك أهو، بلاش دلع. خلاص يا أستاذ شريف، سهر هتسافر معاك بكرة. أنا قلبي مش مطمن لسفرك. ليه؟ عشان رايحة في وسط ناس أغراب، ومين عارف؟ أغرب؟ ده أنا رايحة عند عمتي، دول أهلي يا وليد. أهلك صحيح، لكن عمرهم ما سألوا عنك. عشان كده لازم اروح لهم. سحر انا خايف. لازم يكون عندك ثقه فيا، كلها اسبوعين ثلاثه وهرجع على طول. هنا مفيش غير انا وانت وربنا. اوعديني ان مهما حصل احنا لبعضنا. اوعدك. Thank you.
ازيك يا حبيبتي؟ ألف حمد لله على سلامتك. ازيك يا عمتي؟ طول عمري نفسي أشوفك. بسم الله ما شاء الله. ده أنت حتة من أبوكي. يا حبيبتي. تعالى ما أوريكي أوضتك. علشان تستريحي. سحر، أنا شايفة البرنامج مش عاجبك. غير لنا المحطة يا شريف. لا أبدا يا عمتي، ده أنا بس سرحت شوية. سرحتي في إيه؟ فكرت في ماما، أصل أول مرة نفترق عن بعض. ليه يا عمتي ما عزمتهاش تيجي معايا؟ فرصة تانية إن شاء الله، الأيام جاية كتير. صباح الخير يا عمتي. صباح النور يا حبيبتي. إن شاء الله تكوني نمتي كويس. الحمد لله. كم علاقة سكر يا عمتي؟ 2. فاطمة؟ فاطمة. أيوة ست سحر. سخني شاي. حاضر. أنت نورتي البيت. أنا مش هسيبك تمشي من هنا أبدا. ما تحرمش منك يا عمتي. قولي لي يا سحر، نفسك تروحي فين النهاردة؟ أنا هنا كويسة. إيه رأيك لو ننزل نلف شوية على المحلات تشتري اللي نفسك فيه؟ اللي تشوفيه يا عمتي. مين البنت اللي مع دولة الهاني دي؟ دي بنت المرحوم رافض. ودي بقى البنت اللي هتورث. هو عمارتين وارض في الهرم تساوي لها النهارده مبلغ. حبيبتي ماما، بكتب لك الجواب ده من حجرة نوم بابا وصورتكم قدامي، وعندي احساس انك قاعده قصادي اكلمك وتسمعيني. عمتي قابلتني بكل ترحاب وبتحاول المستحيل لارضائي، دايما بتعزمني في النوادي والحفلات، بس في شيء مش مريحني هنا. يمكن الاحساس بالغربه، يمكن حنيني ليكي. ماما هتيجي امتى؟ انا هنتظر منك تلغراف بحضورك في اي لحظه. اوعى تتاخري ولا هتلاقيني قدامك. طمنينا، شو اخبارها؟ اتعرفت باهلها واصحاب اهلها وبتسلم عليك يا بقولي. الله يسلمك. ما بعتتش السلام ليه؟ سلام وكلام وبتقول انك وحشه. ليه ما كتبتليش؟ هذا ماله مكتوب؟ يعني ضروري تكتب لك إلك شخصيا؟ المفروض. يا عيني على شباب اليوم، ما عاد في حشمه. يا بابا احنا كبرنا سوا وتربينا سوا، ما فيهاش حاجه لو كانت كتبتلي مكتوب. هاي بعتت لك سلام وخلاص. يلا بتريدي شيء يا ام سحر؟ كتر خيرك يا ابو وليد. بالسلامه ان شاء الله. ما تنسي الدواء. حاضر. بالسلامه. سحر، أنا زعلان منك علشان ما فكرتيش تبعتي لي جواب واحد. العزاء الوحيد ليا هنا إن كل حاجة بتفكرني بيكي. أنا ما كنتش متصور إني بحبك للدرجة دي. هكلمك بعدين. ايه اللي بتعمليه ده يا دولة؟ بشوف مصلحة البنت. تقومي تفتحي جواباتها؟ ايوه. صاحب بتحب
بتحب واحد في سوريا. من حقها. ومن حقي ادافع عنها. مش عايزاها تكرر غلطة ابوها. في شبان كتير من عائلات تقدر تحبهم وتتجوزهم. الو زبيده، اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ وحشتيني. قوليلي وراكي ايه بكره؟ طب ايه رايك لو نقضي النهار عندي في الشاليه في الهرم؟ انت لازمك تمرين مستمر في الرقص. ايه رايك نسهر الليله؟ لازم اخد راي عمتي. عمتك؟ سيبيها عليا. دولة تاني، تسمح لنا نعزم سحر الليلة؟ هتسهروا فين؟ أو أي حتة ناكل لقمة ونرقص. بس على شرط ما تأخروش على الساعة واحدة. حاضر. ليه بترقصي بعيد عني؟ مش فاهمة. الرقصة دي سلو، يعني لازم نبقى قريبين من بعض زي كل اللي بيرقصوا. معلش يا أدم، خليني على راحتي. بس كده يبقى غلط. خلاص بلاش نرقص. طيب خليكي على راحتك، اللي يريحك. اصلي مش متعوده على السهر ولا الفسحه، اعذريني. انا فاهمه حبيبتي، بس هما كمان معذورين، هيشوفوا بنت حلوه زيك كده وما يعزموهاش. عمتي ها، ده انا جيت مصر عشان اقعد معاكي مش عشان العزايم ولا الفسحه. يضايقك لو نروح العزبه؟ ابدا يا حبيبتي، اهو برضو تشوفي ارض المرحوم باباك. بتشكري يا عمتي، تصبحي على خير. وانت من اهل. عايزينه يا عبد مقصود. ربنا ما يحرمناش منكم. متشكره قوي يا عمتي. تعالوا افرجك على الفيلا. ورجعت يا ماما للعزبه، للهدوء اللي بستريح له. رجعت الارض بابا، ما تعرفيش قد ايه انا كنت مشتاقه اشوفها، وتمنيت انك تكوني موجوده معايا هنا. ليه يا ماما ما تجيش؟ انت وعدتيني انك مش هتغيبي عني اكتر من شهر. انا خايفه عليك. ارجوك يا ماما، ارجوك يا ماما طمنيني. صباح الخير يا عمتي. صباح النور يا حبيبتي. ارمي الجو ده فين يا عمتي؟ سيبيهولي وانا هبعتهولي. طب يا عمتي انا هتمشى شويه في العزبه. طب يا حبيبتي. طب ليه ما بعتتليش؟ جايز جواباتك ما بتوصلش. طب ليه جوابات حضرتك انت بتوصل وجواباتي انا لا؟ انا خايف ليكون. اطمن اطمن يا وليد، أنا عارفة سحر كويس، لو كان في أي حاجة كانت قالت لي. أنت
اللي جابك؟ المفروض انا اللي اسالك السؤال ده. انا هنا في ارضي. مش فاهمة. شايف الشجر اللي هناك ده؟ دي بقى الحدود اللي بين ارضي وارضكم. انا اسفة، ما كنتش اعرف. عن اذنك. تعالي هنا. رايحة فين؟ انا راجعة لارضنا. سيبتي ارضي كلها تحت امرك. وان شاء الله مش هيبقى فيها حدود بين ارضنا. تحبي نتمشى شوية في رأيك على عزبة؟ مفيش مانع. ما كنتش أعرف إنك بتحبي الطبيعة. أنا طول عمري عايشة فيها. بحب الأرض وأحب الفلاحين. طب والمدينة؟ بخاف منها. وأهل المدينة؟ طماعين. وهتقعدوا كتير هنا في العزبة؟ حسب رغبة عمتي. طب يضايقكوا لو هزوركم من وقت للتاني؟ ما تخافيش، أنا صحيح ساكن في المدينة، لكن أصلا من الريف. سحر؟ طيب مع السلامة. سحر؟ كان معاكي ده؟ ايوه عمتي، اللي جابوا العزبه اكيد عارف ان احنا هنا، اصل ارضهم جنب ارضنا على طول. هو قال لي، لففني معاه وفرجنا على ارضه. ايه رايك فيه؟ لطيف. يا ريت يكون من نصيبك. انا يا عمتي ما بفكرش في الجواز دلوقت. هو في بنت ما بتفكرش في الجواز؟ سحر، في حد تاني شغلك؟ ايوه عمتي. مين؟ جاري في سوريا، بنحب بعض من زمان ومتوعدين على الجواز. وجاركم ده مركزه الاجتماعي ايه؟ شاب بسيط. ابوه بيشتغل ايه؟ نظر محطة. نظر محطة؟ يعني ما حلتوش حاجة؟ مش فاهم. مش غني يعني؟ يا عمتي ما يهمنيش اذا كان غني ولا فقير، ما دمت بحبه. يا حبيبتي الحب شيء والجواز شيء تاني. انت برضو من عيله كبيره، ولما نيجي للجواز لازم تناسبي ناس من مقامك. لا يا عمتي، الحب ما بيعترفش بالحاجات دي. يا سحر، انت دلوقتي بقيتي زي بنتي، ومصلحتك هي مصلحتي تمام. ما تكرريش غلطة والدك. ايه هي الغلطة اللي دايما تلمحي لي عليها؟ ابوكي ما اعترفش بالفوارق الاجتماعية، نسي انه من عيلة كبيرة وراح اتجوز واحدة مش من مستوانا. قصدك ماما؟ ايوه. وده السبب اللي خلاكوا تقطعوها؟ ايوه، لان الجوازة دي كانت وصمة في العيلة. عمتي انا ما اسمحلكيش تتكلمي عن بابا كده. بابا كان احسن اب، وماما اشرف انسانة في الدنيا. مامتك هي السبب في طرد ابوكي من ارضه، وهي السبب في موت ابويا بالحسرة. كل ده عشان حبوا بعض؟ لا، عشان اتجوزوا. عرفت ازاي تضحك عليه وتخليه يتحدى والده. عارفه مامتك كانت بتشتغل ايه؟ قالت لي كانت مغنيه في صاله. ايه العيب في كده؟ عيب؟ دي فضيحه. لما عرفت بالعلاقه اللي كانت بينهم ما كنتش قادره اصدق. قلت مش ممكن رأفت يعمل كده الا بعد ما اتاكدت بنفسي. نفرش على باب حتتنا ونبيع الطيب للطيب من أهل حارتنا. إن لما زمان كنا بنفرش على باب حتتنا ونبيع الطيب للطيب من أهل حارتنا.
بعشر جنيه واكتر، وكمان مش غالي مش غالي. من يوم ما مشينا من الحارة طلعنا في العالي، الخرطة بعشر جنيه واكتر، وكمان مش غالي مش غالي. والغالي يا خوفي لحلاوته تخلص في ليالي. السكر ما بقتش لحد البنزين. وجودي عند عمتي مش هيطول، وهتلاقيني قريب طبيت عليك على غفلة علشان اخدك بين احضاني واقولك بحبك يا ماما بحبك. سلام الوليد، وعديه علشان ما بعتليش ولا جواب من يوم ما سافرت. عيشة عيشة عيشة. خير؟ خلي خلي ابو وليد ينده للدكتور. حاضر. حطيتها معدل كريزة ومرت على خير، لكن حالتها خطرة. شو بتقترح يا دكتور؟ بيلزمها عملية فتح صمام القلب، وأنا بقترح تسفروها لندن. العملية قديش بتكلف يا دكتور؟ ما بين سفر ومستشفى ودكتور حوالي 5000 سرديني. طيب ممكن نستغني عن موضوع السفر؟ بتعرف يا دكتور المبلغ كبير. ممكن، بس هالعمليات ليها متخصصين اكتر بلندن. انصح بالسرعه. سحر سحر. ايوه عمتي. تعالي يا حبيبتي، زبيده هانم كانت عندي دلوقتي. ايوه. وكلمتني في حاجه تخصك. خير يا عمتي؟ طلبت ايدك لابنها قبل. أدهم؟ أيوه. أقدر أقولك مبروك؟ لا يا عمتي، هو أدهم كويس وكل حاجة، لكن أنت عارفة إنه مرتبطة بواحد تاني. يا سحر فكري بعقلك يا حبيبتي، شاب زي أدهم ده ما يترفضش. حسب وناسب ومال. إيه ابن النظر ده اللي أنت منتظراه؟ هيديكي إيه؟ هيديني هيديني الحب. حب إيه بس؟ ولما يروح الحب هيفضلك إيه؟ طب والحب يروح ليه؟ عشان الفقر. الفقر هيقتله. ماما وبابا كانوا فقر، ده ما منحش انهم عاشوا سعادة. كلام فارغ، قدامك كانوا بتظهروا بالسعادة، لكن انا متأكدة ان اخويا رأفت عاش ندمان على اللي عمله. انت غلطانة يا عمتي، انا بحب وليد ومش هتجوز الا وليد، وانا مش هسيبك تعملي زي ابوك. عمتي بعد اذنك انا عايزة ارجع لماما.
شريف. سحر عايزه تسافر. تسافر؟ حصل ايه؟ احنا مصدقنا انها مالت علينا البيت. ادم طلبها للجواز ورفضته. سيبيها على راحتها. واسيب ارضي وارض اجدادي تروح لمين؟ دي عايزه تتجوز لي واحد هلفوت يورث كل املاكنا. واحنا في ايدينا ايه؟ كلمها يا شريف، حاول تقنعها، فهمها مصلحتها فين. انا مستعده انسى اللي عملته امها واجيبها تعيش معانا هنا، بس سحر تفضل معي. احاول. الحمد لله على السلامة يا بنتي. البيت من غيرك ما كانش ليه حس. ميرسي يا خالي. يعني صحيح هتسافري؟ عمتي حكت لك؟ ايوه. وانا من رأيي ان ادهم شاب ممتاز ومن عيلة. ترمي كل ده علشان بتحبي واحد تاني؟ دي حياتي وانا حرة فيها. ايوه. بس في اعتبارات بتخلي الواحد يتنازل عن حريته. انا مثلا تنازلت عن حريتي وعشت في البيت هنا علشان ما اسيبش دولة بنت اختي تعيش وحدها وبراعي مصالحها. انت كمان مع بعض التنازلات في امكانك تخلي مامتك تيجي تعيش معانا هنا وتعيش بقية حياتها العيشة اللي اتحرمت منها. عمتي قالت لك كده؟ ايوه. وقالت لي انها مستعدة تنسى كل اللي فات وترد لك امول والدك بس توافي على جوازك من ادهم. ما اقدرش. انا ما عملتش اكتر من اللي عمله بابا. اتجوز الانسان اللي حبها. كلام روايات. اتبهدل وبهدلنا معاه. عمتي ما تتعبيش نفسك، انا قررت اني اسافر. وانا قررت انك ما تسافريش. انت جيتي هنا بناء على رغبه والدتك، ومش هسيبك تسافري الا اذا والدتك غيرت رايها. ماما؟ ماما هي اللي قالت لي كده؟ ايوه. مش ممكن. مش مصدقاني؟ أنا هجيب لك الجواب تشوفيه. خالي، صحيح الكلام اللي بتقوله عمتي؟ الجواب أهو. أكتب إليك للمرة الأولى ولعلها تكون الأخيرة. لقد كنت دائما تتمني أن تعيش سحر معي وطلبتيها مرة ورفضت. خالي، أنا مش قادرة أفهم إيه اللي خلى ماما تبعت الجواب. بتفكر في مصلحتك يا بنتي. طب اللي عايز اكلمها في سوري اطلبها لك يا بنتي، بس على الله تكون الخطوط مفتوحه. النمره كام؟ الزبدني 120، ده بيت عم اكرم. الو الو. ايوه انا طالبه سوري. عم أكرم طمني، زي ماما؟ الحمد لله بخير. بتقول ايه؟ تعبانة؟ مالها؟ لازمها عملية؟ طب ومحتاجين كام علشان السفر؟ طيب طيب أنا هتصرف. لا لا لا، مش هجيب لها سيرة. سلم لي على ماما وبوسها لي. قول لها يمكن اجيبها الجمعه اللي جايه. الو الو، خد بالك منها يا عم اكرم.
ايوه يا صح، في حاجه؟ صحيح يا عمتي، انت موافقه ان ماما تيجي تعيش معنا هنا وتنسي الماضي لو اتجوزت ادهم؟ ومستعده انفذ لك كل رغباتك. حددي ميعاد الخطوبه يا حبيبتي. مبروك يا حبيبتي. أول ما توصلي طمنينا على مامتك، إذا احتجتي حاجة ابعتي تلغراف. حاضر يا خالي. مع السلامة يا سحر، واعملي حسابك أول ما ترجعي كتب الكتاب على طول، ها؟ إن شاء الله. ماما 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 سحر، وحشتيني سحر، وحشتيني وحشتيني يا حبيبتي يا حبيبتي يا بنتي. ماما لكن إيه اللي خلاكي تيجي فجأة كده؟ عشانك يا ماما، عشان انت اللي خبيتي عليا انك عيانه. هي عمتك قالت لك؟ لا لا لا. امال عرفت منين؟ لا لا، ده عم اكرم هو اللي بعت لي وقال لي، ولما حكيت لعمتي قالت لي لازم اسافر لك على طول واجيب لك كل المصاريف اللي هتحتاجي لها. ما تخافيش يا ماما، هفضل جنبك على طول ومش هسيبك ابدا. بنتي مش هسيبك ابدا. وحشتيني يا بنتي، وحشتيني. صحة؟ عم اكرم، الحمد لله على السلامة. ازيك يا عم اكرم؟ وحشتيني. كيفك يا حبيبي؟ ازيك يا عم اكرم؟ كيفك اليوم؟ ها؟ طول ما انتوا جنبي انا كويسة. انت ماما تقدر تسافر؟ ممكن اسافر؟ اسافر فين؟ لندن يا ماما. ليه؟ مش عشان تعملي العملية؟ ليه؟ نقدر نسافر امتى يا عم اكرم؟ ممكن بكرة. بكرة؟ بكرة كويس يا ماما؟ ها؟ اللي تشوفه. خلاص بكرة يا عم أكرم. طيب أنا رايح أحجز تذاكر الطيارة وخبر وليد إنك جيتي. عم أكرم، عم أكرم، عم أكرم أرجوك بلاش وليد يجي. ليش؟ في شي؟ قصدي اتخطبت. خطبتي؟ ايوه، عشان انقذ ماما ما لقيتش حل تاني. ارجوك افهمني وقدر موقفي. فاهمك يا بنتي. كنت عايزاك تقول لوليد، متأكدة إن هيفهمني. سحر؟ سحر؟ أيوة ماما. هيك الدنيا يا ابني، ما بتعرف الأيام شو مخبية. سحر، تاخد واحد غيري بعد كل هالعشرة الطويلة، بعد كل الأحلام اللي حلمناها والأمال اللي بنيناها سوا، مستحيل. ياما الأيام فرقت محبين عن بعض ونسيتهم بعض. الإنسان بده يرضى بالمقدر عليه. بس هذا ظلم. هذا حكي ما منه فايدة، كل شي انتهى ومشي الحال. مالنا غير ندعي الأم بالشفاء. كل المطلوب منك هلا انك ما تحاول تشوفها. سحر صارت لغيرك. ما قلت ليش عمتك كانت عامله ايه معاكي؟ كانت لطيفه ومتعلقه بيا وهترجع لي كل ثروه بابا. تعرفي
أنا مش قادرة أصدق إن دولة تعمل كده. دي كمان قالت لي إنك هتعيشي معانا في مصر. معانا؟ قصدك مين؟ قصدي أنا وعمتي. يمكن ربنا هداها. سحر وليد ما جاش يسلم عليكي ليه؟ عم أكرم قال لي إني نزل دمشق. استريحي انت يا ماما عشان ما تتعبيش في السفر. بابا قال لي على كل حال، لكن ده مش هيغير شيء بينا. لو انا مطرحك ما كنتش عملت الا كده. يعني ما بتكرهنيش؟ بكره الظروف اللي فرقتنا عن بعض. تصدق ان سعادة تهرب من ايدينا مرة واحدة. انت ضحيت علشان حاجة تستاهل. حياة مامتك الغالية علينا كلنا. كل لحظة قضيناها مع بعض كانت عمر بحالي. كل حبة تراب هنا حتة مني. بكرة تلاقي هناك حياة تانية وتتعاملي على ناس تانيين والزمن بينسي. لا يا وليد، ده انا لو نسيت السنين اللي فاتت هيفضل ايه حلو في حياتي؟ ذكريات، ذكريات الحلوة. كل مكان اتقابلنا فيه، كل طريق مشيناه، كل شجرة قعدنا نوصلها، الذكريات دي هتفضل قصاد عينيا. وليد، عايز اطلب منك طلب قبل ما نودع بعض. شجرتين اللي زرعناهم رايهم دايما، مش ممكن ابدا حد يقدر يفرق بينهم. كنت مع وليد؟ أيوة ماما. مالك يا بنت؟ وليد زعلك في حاجة؟ أبدا يا ماما أبدا، بس أنا قلقانة عليك. عشان العملية؟ ربنا كبير. سحر، في حاجة مخبيها عليا؟ أبدا يا ماما أبدا. عمتك
لما اديتك فلوس العمليه جرحتك بكلمه. لا يا ماما لا، دي قالت لي انها فلوس بابا ومش احتاجت لاي مبلغ هتدفعهولي. امال العياد ده سببه ايه؟ انا عارفاكي كويس، انت مخبيه حاجه عليا. مخبي عليك ايه بس يا ماما؟ قومي ريحي نفسك انت في السرير وانا هحضر الشنطه. سحر. ايوه يا ماما. احنا هنسافر مصر. مصر؟ هنعمل ايه في مصر؟ انا فكرت ولقيت من الواجب اني اروح اشكر عمتك على اللي عملته. ايوه بشكريها بعد ما تخفي. وبعدين انت لازم تسافري تعملي عمليه. احنا هنسافر مصر ومن هناك نبقى نروح لندن. وسيبنا الوادي وانا بسأل نفسي يا ترى هرجع له تاني؟ هرجع للحبايب اللي قضيت معاهم العمر كله؟ ماما. اهلا وسهلا، اتفضلي. سيبينا شويه يا سحر انا وعمتك. اتفضلي. ما تستغربيش اني جيت، انا بس حبيت ازورك واشكرك على اللي عملتيه في سحر والفلوس اللي بعتيها علشاني. اشكري بنتك، دي فلوسها. قصدك فلوس بابا؟ لا، ده مهرها. مش فاهمة. هي سحر ما قالتلكيش؟ قالت ايه؟ اتقدم لها شاب من عيلة غنية وخطبها. يعني الفلوس دي مهر بنتي؟ ايوه. عرفته امتى؟ وحبيته امتى؟ وهي لازم تحب عشان تتجوز؟ امال ليه خبت عليا؟ انت اللي اجبرتيها على الجوازه دي؟ لا، هي اللي اختارت. مش ممكن، انا عارفه انها مرتبطه بانسان تاني. الانسان ده كان هيعيشها في فقر ويخليها تعيشها بقيه حياتها. دوله هانم، انا عشت حياتي في الفقر وكنت عايشه بسعاده، وبنتي انا عارفاها كويس لا يمكن تبقى سعيده إلا إذا اتجوزت الإنسان اللي بتحبه. كلام فارغ، الحمد لله إن غلطة رفعت ما اتكررتش مع بنتك. دولة تاني، الغلطة إنها تتجوز إنسان ما بتحبوش. وإذا كانت الفلوس دي علشان تنقذ حياتي فأنا أفضل إني أموت وبنتي تعيش سعيدة. اتفضلي. سحر. سحر، على فين يا ماما؟ هنرجع سوريا تاني. سوريا؟ ايوه، انا عرفت كل حاجه ومرضاش انك تضحي علشاني. يا ماما انت لازم تعملي العمليه، حياتك عندي بالدنيا كلها. وانت سعادتك عندي بالدنيا كلها. يلا بينا. سحر مشيت يا دولة. والبيت هيرضى عليكي تاني،
انا عارفه انك مش موافقني على اللي عملته. عشان رغم كل اللي حصل مش عاوزه تعترفي بالواقع، مش عايزه تعترفي ان رأفت ما غلطش لما اتجوز سعاد، عاوزه تعيشي بعقليه 20 سنة فاتت. انسي الماضي يا دولة، انسي الوهم اللي اسمه غنى وفقر، خلي السعاده تدخل البيت ده تاني. والسعاده مش ممكن تيجي الا مع التسامح. ماما ارجوك ما تزعليش مني ابدا يا بنتي، انا كويسه. الطياره وصلت يا ماما. سحر، اعتبر خطوبتك من ادهم مفسوخه، وتقدري تتجوزي الانسان اللي بتحبيه. اقبلي مني الشيك ده كجزء من فلوس والدك. سعاد، بعد ما تعملي العملية وترجعي بالسلامة، أرجوك تعتبري البيت بيتك. وإذا كنت ظلمتك انسي اللي فات وسامحيني. ورجعنا للوادي، الوادي اللي فيه كل ذكرياتي، الوادي اللي بالنسبالي انت يا حبيبي.